لله الحمد والمنة على هذا النصر المبين، أنكسر الله شوكة الظالمين وأهلك البغاة المارقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمحق دابرهم من بلاد المسلمين. لقد تصدت لهذه الفئة الباغية فئة من شباب ليبيا المؤمنين المجاهدين الصابرين الذين نحسبهم أنهم احتسبوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد كلفتهم هذه المعارك الطويلة وهذا القتال المرير على مدى 7 أشهر، كلفهم أشلاء ودماء وأرواح وأطراف، وكلف الآباء والأمهات والأهل والأولاد فقد أحبة لهم أعزاء، وقد شارك في هذه المعركة البطولية التاريخية للجهاد في سبيل الله أكثر المدن الليبية بفضل الله ومنته، لقد شارك فيها أكثر من 30 مدينة.